فقط. يا سلام، الله يحفظكم، يجزاكم الله سبحانه وتعالى يجزاكم خير على ما قدمتم في افطار الصائم وفي افطار ضيوفنا، جملتوا سفرتنا يا اخوي عبد الله. الله يحفظكم. ننتقل الى شركة الله يحفظك حبكة ولا إيه؟ طبعا قبل ما نتحدث عن نحن طبعا في مجالنا في الاستشاري سلمكم الله، نركز في الجانب الإداري، ومن أهدافنا نشر الثقافة الإدارية بشكل كبير، لأنه في حال قناعة الفرد معناها قناعة الجهة، معناها انتشار الثقافة الإدارية. سلمكم الله، من أهم يعني ما يقوم عملنا الاستشاري فيه اللي هو بناء نظام إدارة الجودة، ويتحدث عن مواصفة الآيزو. هذه مواصفة دولية، طبعا هي منظمة نشأت في سويسرا في عام 1947، والمجال سلمك الله يركز يعني إذا أردنا نتحدث عن الجودة، الجودة هي مفهوم إسلامي قبل أن يكون مفهوم عالمي. و تسمعوني او ان كل واحد يحلق في جوه؟ لا لا معك. اي الجوده سلمك الله شيخ عبد الله حمد، شيخ حمد، الجوده مفهوم اسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، والله يقول صنع الله الذي اتقن كل شيء. والاتقان هو يمثل اسمى درجات الجوده، بمعنى أنك حينما تعمل عمل وأنت تتقنه فأنت وصلت إلى أعلى درجات الجودة. الجودة كمفهوم هو موجود عند أغلب الأمم والثقافات، الناس دائما تحب الشيء الجيد وتذم الشيء الغير جيد في كل ثقافات الأمم، سواء مثلا في المجال الآن حتى على المستوى أي مجال، مجال الطبي، مجال يعني حتى في الشراء وفي البيع، في مجال التدريب، في أي مجال، حتى على مستوى القنوات. جميل. هناك تقول لك هذا جودة عالية، هذا جودة منخفضة، حتى على مستوى الأكل. ففي كل شيء الناس تقدر الشيء الجيد. هذه الجودة كثقافة كيف تحولت من أنها يعني تصنيف بشري إلى أنه كيف عفوا تصنيف غير ممنهج إلى تصنيف ممنهج ومبني على نظام؟ ترى احنا بسيطين يا يا أنا بسطها لك يا أبو سعيد. إلا جبت لنا ممنهج وغير ممنهج هذه ضعنا ولا درينا وش تقول. اي لكن هذه نبذه مستوانا شوي، خلنا اي لا لا ابو تخيل فهمت شيء ابو تخيل؟ لا بيفهم، لا بيفهم ابو تخيل لو جبت لكن احنا نبي الكلام اللي نفهمه شيبا صح. ابو تخيل سلمك الله تبيع وتشتري. انا تعرف الشخص اللي يبيع لك سعر زين واللي يلعب عليك صح. عبد الله هذه جوده عبد الله ببساطه. انا عندي الوالده تقول لي مثل يعني عشان اجيب لك باختصار في المثل هذا، الوالده تقول عليك بالزين ولو يلحقك الدين. الله. فانت الان يعني تتكلم هذا مفهوم الجوده يا شل. طيب بس انا الان يعني احيانا بدنا نبسط المعلومه، المعلومه اللي يفهمها الشخص العادي والمختص. يا سلام حلو. الجوده كمفهوم تطور. جميل. في امريكا كان هناك عالم اسمه ديمينج، هذا العالم ايه كان الأمريكان ينتجون أكبر كم ممكن من الصناعات العسكرية، فكان يبحثون عن الكم أكثر عدد بحيث الجانب ليس عن الكيف. إيه. وكان هذا العالم مهتم بجودة المنتج وجودة السلاح اللي يقدمونه. أبو تخيل تعال عندي هنا. حلو. ماشي أبو تخيل ماش ما يوم دخلتها في أمريكا وعلماء. لا ما يحتاج أبو تخيل، أبو تخيل أبو الجودة في عالم الإبل. المهم سلمك الله، لما رأوا الأمريكان رأى أنهم يعني ما أعطوه القدر اللي يليق فيه، مع أنه كان له دكتور ولهم مزايا، توجه لليابان بعد الحرب العالمية، ومع أنها كانت يعني تبعتها حرب واليابان هزموا في هذه الحرب من الأمريكان، لكن اليابانيين استقطبوا هذا العالم وفتحوا له كل ما لديهم، مصانعهم، ايش تحتاج. جميل. وجد البيئة المناسبة فبدأ يطبق نظرياته في الجودة بفضل الله. ثم ان اليابانيين كان عندهم رغبة في التطوير والاستفادة من تجارب الديمينج، استطاعت اليابان ان تكتسح الاسواق العالمية وان تظهر ك
كرمز للجودة. يعني إذا قلت إلى فترة قريبة إذا قلت ياباني معناه جودة، أول ما يجي في ذهنك أنه شيء جودة، وهذا موجود في كل مكان يعني إلى فترة قريبة. هذا الأمر طبعاً إيش اعتمدوهم؟ اعتمدوا على المنتج يوم نقدمه كيف يكون في إحصائية بشكل دقيق، أحصيه وتأكد أنه هذا المنتج أو هذه الخدمة يعني بطريقة فيها تقنيات عالية في الإحصاء. الأوروبيين لما رأوا القدرة والصيت اللي حققوه اليابان بتعليمات وتوجيهات ديمينغ حرصوا على أن الجودة ما تكون مجرد منتج أقدمه، لا، أنا أحرص على النظام الإداري من وإلى. يعني أنا ما أنتظر لما أجي أبيع وأشتري أو لما يطلع المنتج هذا جيد ولا هو جيد. في البداية في إجراءات قبل، أنت الآن في الموقع الاستوديو هذا جهزت المكان بحيث أنه يكون الحضور مناسب وقوي. في مراحل قبل هذا أنك حرصت على كاميرات ذات جودة، حرصت على أن الموظفين يأتون في وقتهم المناسب، حرصت على حرصت قدمت مزايا معينة تهيئ هذا الجو. أي بمعنى أنه الجودة ما كانت بس مجرد إيش؟ أي لا، الجودة نظام إداري. بهذا ظهرت مفاصفة الآيزو العالمية اللي صارت تعتمد على النظام الإداري، يعني الجودة من وإلى إجراءات. جميل. وبدأت تصبح مفهوم، صارت الدول لما تبيع ما قاعدة تفكر بس مجرد المنتج، لا قاعدة تشوف إيش الإجراءات اللي قبل هذا. صارت الجودة شيء وقائي وليس نتيجة. سنجد إنه بعضنا وكثير يقومون بهذا الأمر. تطور هذا المفهوم إلى مفهوم ثاني اسمه إدارة الجودة الشاملة، أن الجودة ليست مجرد فقط إجراءات، الإدارة نفسها تتبناها، لأن حينما يتبنى الإدارة والقيادة سيكون هناك إيش الجودة، لأن الجودة فيها تعديل وفيها تغيير وفيها تحسين، فتحتاج فرض من القيادة، القيادة على مستوى المؤسسة، الشركة، القناة، أيا كان. بعد ذلك هو الجانب التميز اللي هو التنافسي بين الجهات، بمعنى أنت تريد أن تكون القناة الأفضل، المستشفى مثلا يريد أن يكون المستشفى اللي يقدم أفضل خدمة ممكنة، الأخ مثلا يفترض في مسألة في البيع والشراء يكون من أفضل من يقدم في مجاله، أصبح تميز وتنافس. هذه أعلى درجات الجودة، هذه ببساطة عن الجودة. جميل. نحن في شركة حبك أصدرنا بروفايل ودي أوزع لكم عن المواصفة الدولية هذه، نبسط فيه هذا المفهوم. طبعا نحن حرصنا أنه مثل السابو تخيل وغيره يكون يفهم هذا الكلام. الجودة والإدارة هي ما صنعت لأجل أن تكون فقط في الشركات، لا، الأفراد حينما يفهمون هذا النظام ويستوعبونه جميل. سيكون أنت خدمت هذه الرسالة. الطب لما يكون ليس مقتصر فقط على الأطباء، قاعدين ينشر توعية صحية، نحن نستوعب هذا، يكون أيضا تعاملنا فيما يخصنا وفيما يخص صحتنا أفضل في كل جانب. فهذا مهمتنا اللي هو نشر الثقافة الإدارية. جميل جميل. أنا الله يحفظ.